هل تبحث عن طريقه لاطلاق العنان لابداعك او ابتكار فريد منه؟ نوعه؟ مش عارف انا ليه بسال اسئله صعبه وبطريقه صعبه ولكن انا عايز اقول لك ان انا معايا لك النهارده موقع مختلف تماما عن مواقع كتير شرحناها قبل كده، مش هقول لك بقى ان الموقع ده تقدر إن انت تعمل عليه صور احترافيه او انك كمان تقدر تعمل عليه شخصيه ثابته او ممكن تعمل شخصيه ليك اصلا شخصيا تقدر انت تخليها تتكلم او تعمل بقى اي شيء انت عايزه، بس الموقع ده فيه حاجه عجبتني جدا لفتت انتباهي جدا وكلنا بندور عليها وهو ان الموقع ده يقدر ان القصه الخاصه بيه يحولها لك لصور وكمان يحولها لك لفيديو وممكن يحولها لك لفيديو ناطق يعني كمان يقدر ان هو يخلي لك الفيديو يكون ناطق باللغه الانجليزيه واحنا بقى نقدر ان احنا نعمل شويه تعديلات بقى وان احنا ايه نخليه نعمله دبلجه او نخليهم يتكلموا عربي او الحاجات دي كلها الموقع فكرته بسيطه جدا ولكن بصراحه هي ممكن تفرق مع ناس لان انا شفت قنوات كبيره جدا بتستخدم الاسلوب اللي الموقع ده بيقدمه فيلا بينا نشرح مع بعض النهارده موقع ارت فلو وازاي ممكن ان احنا نعمل بيه محتوى فيديو قصص سواء بقى قصص اطفال او قصص رعب او قصص وثائقيه اي قصص حابب ان انت تعملها ان شاء الله هنتعلم النهارده ازاي نحن نعملها باستخدام الموقع الرائع ده يلا بينا موقع ارتفلو هو موقع ثوري يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بانشاء الصور والتصميمات باستخدام الذكاء الاصطناعي وايضا يقدر ان هو ينشئ لك قصه باستخدام الذكاء الاصطناعي ويحولها لك لفيديو حاجبني جدا التطورات اللي بتعملها المواقع ديت لان الناس دلوقتي بتدور على ده عايزه موقع يسهل لهم موضوع انشاء المحتوى وتحويل القصص او الكتابات لفيديوهات احترافيه بشكل منسق وكذلك الامر مهم جدا موضوع تثبيت الشخصيات في القصص لان في ناس بتقابلها المشكله دي واعتقد ان احنا هنلاقي حلول النهارده ان شاء الله في الموقع ده يلا بينا نروح على الديسكتوب عشان نبدا نستخدم موقع Artiflu. دلوقتي احنا على الصفحه الرئيسيه لموقع ارت لو رحت على الشمال هنا هتلاقي ارت فلو والشعار وتحت منها اربع ادوات تقدر تستخدمهم في الموقع اول اداه وهي الكاركتر بيلدر تلاحظ هنا لو انت وقفت عليها ان انت عندك هنا ثلاث خطوات اول حاجه اللي هي كرييت كونسيستنت كاركترز يعني شخصيات متناسقه وعلى فكره انت تقدر تكون الشخصيه اللي انت عاوزها حتى لو كانت شخصيتك انت عندك تاني خطوه وهي ان انت تقدر تعمل بالشخصيه اللي انت هتعملها صور مختلفه وفي عالم مختلف و أجواء مختلفة يعني تقدر تحول نفسك لفيلم او لفيديو احترافي جدا باستخدام برضو الموقع ده عن طريق خاصية Create Images تالت خطوة هي ان انت تقدر تعمل انيميت للكاركتر بتاعتك يعني تخليها تتكلم علي حسب انت عاوزها تتكلم فين وتتكلم ايه وعشان نبدا نستخدم ادوات الموقع لازم نكون مشتركين في الموقع او مسجلين حساب طبعا الموقع هنا بيديك نسخه مجانيه بس لازم تشترك في الاول او تعمل حساب في الاول عن طريق هنا بتيجي تضغط على الساين اب فهيفتح معاك الصفحه الخاصه بالتسجيل تقدر تسجل على طول باستخدام جوجل او تقدر ان انت تضيف الايميل بتاعك اللي من خلاله هتقدر ان انت تعمل حساب في الموقع وتبدا استخدام الموقع مجرد ما تشترك في الموقع هيظهر لك هنا اكونت يعني انت كده خلاص عندك حساب وتقدر كمان وهيديك 100 تقدر ان انت تستخدمهم في الموقع موقع كنسخه تجريبيه طيب هنيجي بعد كده على الخطوه الاولى وهي كريت كونسيستنت كاركترز هتلاحظ هنا جايب لك حاجه اسمها اكترز وحاجه اسمها الكاركتر اول حاجه هنعملها هي الاكترز هنضغط عليها بالشكل ده وهتيجي هنا تضغط على كريت يور اي اي هتلاحظ ان تحت هنا موجود في صور كتيره لاشخاص مختلفين دي كاركترز تم انشائها في الموقع والكاركترز دي جاهزه ان انت ممكن تستخدمها في ان انت تحولها لصور او تستخدمها كمان في فيديوهات وهنا تحت بعض الامثله اللي تمت باستخدام الموقع لشخصيات تم تحويلهم لفيديوهات او صور بالشكل ده فبصراحه الموقع لحد الان بيقدم ادوات مختلفه ما شفناهاش قبل كده هاجي دلوقتي بقى عايز اكون شخصيه مثلا تخصني فهاجي هنا اضغط على الكرييت يور اي اي اكتر هيفتح معاك الصفحه دي اللي فيها بيقول لك ايه نوع نوع الصور اللي انت المفروض تحملها علشان يقدر يكون لك الشخصيه بتاعتك ان الصور لازم تبقى واضحه شبه كده وما ينفعش ان هي تكون بالشكل اللي تحت ده. طيب هنا بنيجي نحدد نوع الجندر يعني الجنس هنا مثلا بقول له ميل او فيميل لو ولد يبقى ميل بنت يبقى فيميل والعمر هقول له مثلا ادلت اللي هو مثلا بالغ وهاجي اكتب الاكتور نيم هكتب مثلا هنا اسمي بالشكل ده وبعد كده هنزل تحت بيقول لي هات صفر ل 20 صوره هو محتاج من صفر ل 20 صوره بحد ادنى 10 صور عشان يقدر يطلع لك الصوره خاصه بيك تكون كويسه فهاجي هنا هضغط على براوز وببدا بعد كده ان انا ادور على صور شابه. اهي فمفروض ان انا اجيب 10 صور هختار الصور المناسبه زي ما الموقع طلبها وبعد كده هبدا ان انا احدد 10 صور عشان اعمل اوبن فيظهروا عندي على الموقع هيبدا دلوقتي ان هو يحمل الصور طبعا الخطوه دي بتاخد وقت طويل جدا على ما يحمل الصور وحتى على ما يعمل الاكتر بتاعتك فدي هتاخد وقت طويل لحد ما تخلص وبعد ما تخلص هنرجع عشان نكمل الشرح في اللحظه دي بعد ما حمل الصور هبدا اضغط على ستارت تريننج عشان يبدا بقى ان هو يكون لي الشخصيه بتاعتي وهننتظر النتيجه اللي بعد ما تخلص هتظهر معانا هنا في المكان ده وهنا ظهرت النتيجه عمل لي الشخصيه بتاعتي هنا بالشكل ده يعني هي قريبه مني جدا طبعا لو كنت اخترت صور مختلفه كان ممكن ان هي تطلع شخصيات بشكل مختلف اذا فخاصيه الاكتور عملت لي الشخصيه بتاعتي هننتقل دلوقتي على خاصيه الكاركتر ونشوف احنا ممكن نعمل بيها ايه بعد ما نضغط على خاصيه الكاركتر هتلاحظ هنا ان الصور مش عاديه بقى الصور هنا هتلاحظ ان كل صوره ليها شكل مختلف اذا فنقدر ان انا اخلي الصوره بتاعتي تكون شكل الصور دي فهضغط على كرييت نيو كاركتر بالشكل ده هيفتح عندي هنا الصفحه دي. هاجي في المربع ده بيقول لي ديسكرايب يور كاركتر هاجي هنا اكتب المواصفات الشخصيه اللي انا عايزها عندي حاجه هنا اسمها اكسكلود فروم ايمج لو فعلتها فبيجي لي هنا ان هو النيجاتيف برومت اللي هو بيقول لي ايه اللي انت ما انتش عايزه يظهر في البرومت بتاعك فده برده هيبقى شيء سهل ان انت تكتبه وهنا جاب لك اد كونسيستنت فيس لو انت حابب تختار وجه يكون ثابت معاك فتقدر تختار مثلا هتيجي هنا على تشوز فيس عندك هنا اوجه كتير ممكن تختار منها ولو انت طبعا عامل شخصيتك فانت هيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل اذا فدي الميزه ان انا اقدر احافظ على ثبات الشخصيه ان انا مثلا عايز اكون شخصيه معينه وبعد كده اتحكم فيها بالشكل ده ان انا اعمل بيها شخصيات مختلفه هاجي هنا مثلا هقول له انا عايز الشخصيه بتاعتي تكون بوت كابتن تمام وخلاص اخترت الشخصيه بتاعتي وباجي هنا هضغط على جنريت عشان يبدا ان هو يكون لي صوره للشخصيه بتاعتي او او يعمل لي الكاركتر بتاعتي بالشكل ده هنا عمل لي الشخصيه بتاعتي بالشكل ده حلوه لذيذه ولبسني البدله وظبط لي الدنيا بس قال عن عشان ما ينفعش القطن يبقى لابس نضاره يعني مش فاهم ايه المشكله بس عادي هنيجي بعد كده خلاص احنا عندنا هنا الشخصيه بتاعتنا عشان اخلصها فهضغط على فاينلايز اند سيف ذس كاركتر هضغط عليها بالشكل ده وهاجي هنا اقول لي اكتب الكاركتر فطبعا هكتب كابتن محمود هكتب طبعا انجليزي وطبعا عيب الموقع ان هو كله انجليزي يعني مش بدعم العربيه ولكن عادي آه هنا طبعا ل... 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 عايز كله يبقى جنب بعضه كده فهضغط على السيف كاركتر وبعد كده خلاص انا بقى عندي شخصيه هو اكبرني بتاع حوالي 10 سنين وعمل لي عاهه في وشي بس مش مشكله كان ممكن تكون احسن من كده ولكن عادي طيب هنا خلاص اصبح عندي هنا الكاركتر بتاعتي خلصنا الاكتور وخلصنا الكاركتر لو ضغطت على الصوره بتاعتي هلاحظ ان في حاجه اسمها كرييت ايمج لو ضغطت عليها بالشكل ده هيحولني على الصفحه الخاصه بالجنريت ايمج ودي طبعا نفس الصفحه اللي انت ممكن تستخدمها لو انت عايز تعمل ايمج ولكن هنا احنا هنشتغل على الصوره اللي احنا عاملينها فهيجي هنا بقول له بقى انا عايزك تعمل لي طبعا هو عامل لي هنا ات كابتن محمود اللي هو الكاركتر بتاعتي هنا مثلا حط لي حاجه من عند الاو اس درايفنج شيب ان وكتب لي كده شويه حاجات لطيفه كده هسيبها زي ما هي هنا طبعا عندك اول حاجه في الايمج تايب في حاجه اسمها جنرال في تقدر تعمل الصوره بتاعتك بورتريت الجنرال تتحكم فيها برزنتر هتبقى حاجه زوم عليك شويه اختار اللي هي الجنرال وهنا الابعاد عندي ثلاث ابعاد هختار ثلاثة اتنين هيبقى عريض شويه هنا بيقول لك حاجه اسمها الدايركتور مود تعال نفعلها كده هيتلاحظ هنا ان هو بيجي لك انت عايز الشخصيه بتاعتك تبقى ظاهره ازاي في الشاشه يعني انا اقدر اتحكم فيها اه فانا هقول له مثلا والله انا عايزها تبقى ايه ظاهره في في المكان ده وهنا لو انا جيت حركت دي كده فاقدر اعمل عليها زوم هقول له اعمل عليها زوم كده شويه كمان وخليها في المكان ده بالشكل ده وبصه نفس البصه ديت وزي الفل كده تمام اوكي اقدر طبعا هنا عندي بعض الحاجات اقدر اعملها زي ان انت تقدر تضيف شخصيه كمان معاك للصوره في ناس هتنبسط او بالخاصيه ديت وزي ان انت كمان تقدر تشيل اي خاصيه زي ما انت عايزها وتقدر تعمل روتيت زي ما انت حابب لكن اعتقد هيبقى كده كويس قوي اقدر اتحكم في ده في نفس في, اكتر مكان اقدر اتحكم بنفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها دي والريسايز فبتيجي هنا خلاص انت عملت كل بي ديسكرايب فرست كاركتر كابتن محمود بالشكل ده كابتن وخلاص اوكي وديسكرايب باك جراوند مش هضيف اي شيء للباك جراوند هسيب كل حاجه زي ما هي وطبعا عندك هنا حاجه اسمها اكسكلود فروم ايمج ده لو انت حابب ان انت تكتب نيجاتيف برومت هتكتبه هنا وعندك هنا الستايلز تقدر تختار الستايلز اللي انت عايزها وهنا هنا جايب لك رياليستيك تقدر تختار اي ستايل تاني انت تحبه ولكن انا هستقر على الرياليستك وبعد كده اضغط على جنريت فيرجن 2 عشان اشوف النتيجه هتكون معايا عامله ازاي هضغط عليه بالشكل ده عشان يبدأ يكون لي اربع صور ونشوف الاربع صور هيطلعوا ازاي هو هنا عمل اربع شخصيات ولكن اربع شخصيات غيري لان انا طبعا لما اخترت الدايركتور مود للاسف هو ما استخدمش الشخصيه بتاعته فعمل شخصيات تانية فعايز ارجع بقى تاني هنا بتاعي واعمل له تاني جنريت عشان يعمل الشخصيه بتاعتي انا هضغط على جنريت هنا هيبدا ان هو يعمل شخصيتي انا في صورتين بالشكل ده هنا هو عمل لي الصورتين بتوعي بالشكل ده وحافظ على الشخصيه بتاعتي وركبني سفينه فضاء ولا ما اعرفش ايه السفينه دي بس لو انا لاحظت هنا لو انا جيت ضغطت على صوره من الصور ديت طبعا هتفتح معايا هنا بالشكل ده هيجيب لي تفاصيل الصوره وطبعا اقدر ان انا اعملها داونلود شغاله عادي اهو لو انا حابب ان انا استخدمها بعد كده طيب هنا زي ما احنا شايفين برضو لو انا رحت ضغطت على الصوره هنا فهتلاحظ ان هو نقلني على حاجه اسمها ميك فاريانت وديت هنا بيجي يقول لي بقى ايه انت ممكن تعمل تنوع للصوره بتاعتك وجايب لك هنا بعض الخطوات زي مثلا هنا الفاريانس ديفرانس ودي خاصه بدرجه التباين يعني بيقول لك انت عايز صورتك تكون قريبه من الصوره الاصليه ولا عايز الوضع يكون ايه وعلى نفس الوضع طبعا لو انت هنا ضغطت على الجنريت فهيعمل لك صوره جديده اوكي لكن هنا طبعا زي ما احنا شايفين الصوره طلعت معانا بالشكل ده طيب اخر خطوه بقى ممكن نعملها ايه وهي الانيميت هتلاحظ لو انت واقف على الصوره دي كده في حاجه اسمها انيميت لو ضغطت على انيميت بالشكل ده فهيحولك على صفحه تانية. الصفحه ديت اللي هتقدر من خلالها ان انت تعمل انيميت للصوره بتاعتك يعني ايه انيميت يعني تقدر تخلي الصوره بتاعتك يبقى فيها حركه او موشن وتقدر ان انت تخليها تتكلم وده هنجربه دلوقتي ونشوف هل ده فعلا حقيقي ولا لا هنا في الصفحه ديت هتلاحظ ان هو جايب لك هنا الصورة وجايب لك المربع ده بيقول لك لو انت مش عايز تتكلم تقدر تضغط على العلامة ديت عشان تعمل ديسيبل وجايب لك هنا الكاركترز قال لك اختار الكاركترز اللي انت عايزها لو عايز تعمل كاركترز جديدة تقدر تعمل لكن خلاص احنا كده عندنا الكاركترز بتاعتنا وجايب لك هنا قال لك ان انت تقدر تستخدم ماكسيمم 20 شوتس للصورة الواحدة او تقدر تضيف صور او تعمل لكل شوت صورة فهنا هنجرب بقى الوضع ده هنا اعتقد آه كل شيء جاهز فاضل بس ان احنا نشوف نكمل هنعمل ايه هنا بيجي يقول لك انتر انت عايز تكتب ايه فهتيجي هنا في المربع ده هتكتب الكلام اللي انت عايزه فهكتب حاجه بسيطه جدا هقول له Hello". my ماي نيم محمود انا مش عايزه يقرا كتير انا عايزه بس يقول ان هو اسمه محمود وهنيجي هنا طبعا خلاص كتبنا الديالوج وهنا في الايفكتس الخاصه بالكاميرا لو انت حابب تظبط اي ايفكتس خاصة بالكاميرا هنسيبها زي ما هي او هنا طبعا يقدر لك عايزها من الرايت للليفت نو موفمنت يعني مفيش حركة يعني من الشمال لليمين اليمين للشمال زوم ان زوم اوت يعني تعمل زوم اللي هو تقرب من الصورة او تبعد لكن ده كله انت تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز كذلك الامر في حاجة هنا اسمها الفلتر تقدر تختار الفلتر اللي انت عايزه لو انت حابب تغير الفلتر لكن اعتقد ان هنا كده تمام هنا البريفيو فويس تقدر ان انت تسمع الفويس هنا بالشكل ده Hello. My name is طبعا هنا الصوت مش مناسب لان ده صوت بنت المفروض ان احنا نغير الصوت فهنرجع هنا تاني على الديالوج نضغط عليها بالشكل ده هتلاحظ هنا جاب لك في الشمال الاصوات اللي انت ممكن تستخدمها فهنختار طبعا صوت ولد هاي هنا نقدر نسمع الصوت وهنا نقدر نختار الصوت ده هو اللي يبقى معانا عشان هو اللي يتكلم فاعتقد كده هيبقى مناسب قوي وبعد كده هنضغط على اكسبورت انيميت عشان نشوف هل ده فعلا هيكون حقيقي هيخلينا نتكلم بنفس الكلام اللي انا كتبته ولا لا هتضغط على اكسبورت اند انيميت عشان تبدا عمليه انشاء الفيديو هتظهر لك هنا الصفحه ديت اللي فيها بيقول لك اكتب التايتل فهكتب فيها اي اسم هكتب وليكن محمود خضر وبعد كده هضغط على اكسبورت فيديو بحيث ان الفيديو اول ما يخلص يظهر عندي على الجهاز او يتحمل عندي في يعني يظهر عندي في الموقع او يتحمل عندي على الجهاز هنا طبعا فتح معايا هنا الصفحه دي اللي هيظهر فيها الفيديوز والفيديو بتاعي المفروض ان هو يظهر هنا في المكان ده زيه زي الفيديوهات اللي موجوده في الموقع هنا تلاحظ ان الفيديو بتاعي خلص بالشكل ده هنضغط عليه كده المفروض ان هو هيفتح في صفحه ثانيه اتمنى ان تكون النتيجه طالعه زي ما انا عايز انا توقعاتي ان هو المفروض ان هو يتكلم وينطق بالكلام اللي انا قلت له اتكلم بيه هنبدا نضغط على تشغيل Hello, my name is Mahmoud. هو ده الكلام اللي انا قلته وهو فعلا نقطة بالشكل ده وبصراحة النتيجة زي الفل فكان يعني نتيجة رائعة واقدر طبعا انا اعمل اكتر من كده لو انا حابب اعمل شخصيات خاصة بي اقدر اعمل داونلود هنا بالشكل ده بيقول لك تقدر تعمل داونلود عادي او تقدر تعمل داونلود بالترجمه فده متاح ليك وده متاح ليك وتقدر بعد كده بكل بساطه ان انت تقدر تستخدم الفيديو ده في اي فيديوهات بعد كده حتى لو هتكون فيديوهات شرح او برزنتيشن ايا كان يعني اللي انت هتعمله او حتى فيديوهات على اليوتيوب كده احنا شرحنا الكاركتر بيلدر كلها تعال بقى نضغط على الايمج ستوديو نشوف هتفتح معانا ايه بالمناسبه الايمج ستوديو مش هتبقى جديده عليك لان احنا فعلا استخدمناها لما حبينا ان احنا نحول الكاركتر بتاعتنا لصوره فبتيجي هنا تضغط على كرييت يور عشان تبدأ إن هي تفتح معاك الصفحة الخاصة بتصميم وهي نفس الصفحة اللي إحنا كنا فاتحينها قبل كده لما جينا نعمل التصميمات الخاصة بينا، لكن الفرق إن إنت هنا بعد ما تضيف الإعدادات بتاعتك هتكتب هنا الكلام اللي إنت عايزه وتضيف هنا الستايل المناسب ليك وبناء عليه هيعمل لك تصميمات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي بمعدل كوينز للتصميم الواحد، ده بالنسبة للامج ستوديو، أما بالنسبة للفيديو ستوديو فبقى النظام إحنا المفروض إن إحنا استخدمناه قبل كده لما جي حولنا الكاركتر بتاعتنا لفيديو وتقدر كمان ان انت تستخدمها بالشكل ده عن طريق ان انت تضغط على كرييت نيو فيديو فبناء عليه بتبدا نفس الخطوات اللي احنا شرحناها قبل كده يا يعني اما هترفع صوره جديده او تعمل شخصيه جديده او ان انت تقدر تجيب شخصيه من الشخصيات اصلا اللي موجوده عندك في الموقع فده الشكل الاساسي ودي نفس التفاصيل اللي احنا شرحناها هنرجع تاني للصفحه الرئيسيه اخر حاجة موجودة هنا الستوري ستوديو دي بقى مختلفة تماما عن كل اللي فات ودي تعتبر من اجمل الحاجات اللي موجودة في الموقع بصراحة ان انت لو ضغطت على ستوري ستوديو بالشكل ده هتفتح معاك الصفحة دي هنا بيجي يقول لك هنا جايب لك ستوريز تم انشاء باستخدام الموقع ازاي بقى؟ تعال كده نجرب نشوف اولا عندك الابعاد تقدر تعمل ابعاد زي الشورتس وابعاد زي كده تعال نجرب ندوس على حاجة زي كده <applause> لو لاحظت هنا بقى هو هنا عامل قصه بالشكل ده وهنا كل الفكره ان هو بيقدر ان ان انت تحط له النص بتاعك او اللي انت مالفه او حتى هتعمله بالاي وهو يحوله لك ليه على طول وهنا طبعا دي ميزة حلوة قوي جدا تعال نشوف هنعملها ازاي عشان نعملها طبعا انت عندك هنا في السيمبل ستوريز الحاجات اللي هي موجودة في اتعملت قبل كده وطبعا معمولة باشكال مختلفة وعندك الماي ستوريز القصص بتاعتك اصلا لو في حالة ان انت ما عندكش ستوريز فانت هتعمل كرييت يور فيرست ستوري او هتيجي هنا تعمل نيو ستوري عشان يفتح معاك الصفحة دي بيجي هنا بيقول لك هيلب مي جيت ستوري يعني ساعدني في ان انا احصل على قصة او هاي هاف ستوري في حالة ان انت ضغطت على هيلب مي ستوري فانت بتيجي هنا بتضيف التفاصيل هنا مثلا هضيف له العنوان بتاعك مثلا هاجي اقول له هنا هاي سكول ولا اي شيء وهنا مثلا هيجي يقول لي واتس يور جول باي كرييتنج هختار اي شيء مثلا وبعد كده هيقول نوع القصه هقول له مثلا تشيلدرنز وبعد باجي بعد كده هنا بيسالني اي اسئله تانية في دماغي مش لازم اقول له اي حاجه وبعد كده هو بناء على المعلومات اللي انا ضفتها بيقدر يعمل لي جنريت ستوري اوت لاين فهضغط على عليها بالشكل ده فالمفروض ان هو هيبدا ان هو يجهز لك النص او القصه بالشكل ده هنا الشكل العام عامل ازاي نوع القصه وهنا جايب لك الشخصيات شخصيتين اتنين شخصيه اسمها كذا وشخصيه اسمها كذا وبدا ان هو يعمل لك آه بعض التفاصيل الخاصه بيها يعني الشخصيه والوصف بتاعها بحيث ان الشخصيات دي هتظهر بعد كده في القصه فيقدر ان هو يكون لك الشخصيتين دول ويقدر بناء عليهم ايه يعمل لك القصه دي ازاي يعملها عن طريق ان هو هيجي هنا يضغط على كرييت ذس ستوري فتبدا يبدا بقى ان هو يقول لك عايز الابعاد ايه عندك بعد 9 ل 16 اللي هو ينفع يكون شورتس وبعد 16 ل 9 اللي هو هيبقى فهاجي هنا مثلا هقول له هوريزونتال بحيث يكون عريض هضغط عليه بالشكل ده هاجي هنا يقول لي اختار الستايل اللي انت عايزه عندك ستايلات كتير ممكن تختار مثلا ستايل ده مثلا لو عايز 3 دي كرتون وبعد كده تضغط على كونتينيو تو كاركتر كرييتور بيبدا في الاول ان هو يعمل لك الكاركتر بتاعتك بحيث هو مثلا جايب لك شخصيه او شخصيتين او ثلاثه على حسب القصه فبيظهر لك الكاركترز بتاعتك هتكون عامله ازاي وبناء عليها هيستكمل القصه. كنت انا عدلت القصه فهو المفروض هيعمل لي ثلاث شخصيات نفس الخطوات اللي انا عملتها فهو دلوقتي بياسس الشخصيات اللي بناء عليها هيعمل احداث القصه. هنا اسس الشخصيات بعد كده هيجي هنا تقول له كونتينيو تو ستوري فهيحولك على الصفحه دي وهنا بقى بيبدا ان هو لكل مربع من الكلام هيبدا يعمل الشخصيه كفيديو كصورة وفي النهاية هيجمع لك بقى كلها على بعضها كفيديو تعال بقى نشوف النتيجة النهائية. هنا هتلاحظ ان هو عمل التصميمات او الشخصيات هنا بشكل ثابت الجميل هنا بقى ان هو بيجي على كل شخصية او كل لقطة بيجيب لك منها صورتين اتنين مثلا هروح على الولد ده هتلاحظ جايب لك صورتين اتنين بتختار بقى اللي تعجبك مثلا دي اللي هو واقف عليها ودي التانية هتظهر معاك بالشكل ده اللي تعجبك اكتر هتختارها هنا مثلا البنت نفس النظام جايبها لك بشكل زوم ان شويه وهنا زوم اوت الاثنين نفس الكاركتر ولكن انت حابب تختار ايه بقى زي ما انت عاوز وبناء عليه بعد ما بتخلص تظبط القصه بتاعتك بتروح رايح هنا على الاكسبورت تضغط عليه بالشكل ده فبيبدا بقى ان هو يعمل لك اكسبورت الفيديو اكسبورت يعني اخراج يعني هو بقى يعمل لك ريندر او ان خلاص ان كل ده يتحول لفيديو حقيقي تقدر بقى ان انت تستخدمه او تنشره دلوقتي وقت الاكسبورت As they rummage through their attic, the siblings stumble upon an ancient artifact that pulsates with an otherworldly energy. Caught in the midst of the artifact's power, the siblings find themselves transported through time to a place unknown, far from the familiar sounds of their dad's birthday preparations. Stranded in the past, the siblings must navigate the bustling streets of طبعا لو انت عملت داونلود للفيديو تقدر ان انت تستخدمه بعد كده عن طريق ان انت تقدر تعمله له او تحط صوت تاني باللغة العربية او تحط كمان كلام باللغة العربية يظهر عليه فبصراحة دي كانت تجربة حلوة وسهلة جدا وبسيطة ان هو يعمل لك شخصيات الميزة ان هو الشخصيات في الصور ديات في الفيديو هتكون ثابتة معاك تعال نجرب بقى الطريقة التانية هنروح على نيو ستوري هنعمل قصة جديدة بس المرة دي هقول له اي هاف ستوري هضغط هنا بيجي يقول لي نوع اللي انت عايزه عايز تعمل قصة ايه فممكن اقول له مثلا عايزها حاجه فيها اكشن بالشكل ده وهنا طبعا المفروض ان انا هعمل اكتب الكلام اللي انا عايزه فالمفروض بناء على القصه بتاعتي ان يكون في شخصيات طيب ازاي بقى هكتب القصه بتاعتي ممكن انت تكون مؤلف شاطر تكتب الكلام اللي انت عايزه طبعا بالانجليزي او ان انت تقدر تستعين بالشات بوت ممكن نستخدم شات جيميناي وده اللي هنيجي هنا مثلا هنقول له الف قصه اكشن لو احنا اخترنا قصة ايش اكشن فهقول له كده الف الشكل ده في المربع ده الف قصة اكشن طبعا انا شرح جيميناي قبل كده مكونة من شخصيتين وحدد وصف لكل شخصية فهيجي هنا هيبدأ ان هو ايه يكتب لي الاسم ريحان والوصف بتاعها كذا والمظهر هيبدأ ان هو يكتب لي الوصف والشخصية الثانية كذا والقصة هيبدأ ان هو يكتب القصة. طيب هقول له مثلا اكتب القصة كاملة بالانجليزية. فهيبدا ان هو يكتب لي القصه بالانجليزيه بالشكل ده وهنا تلاحظ كمان ان هو عمل لي الشخصيات كمان ترجمها لي فلنفترض دلوقتي انا هروح للموقع عندي شخصيتين والشخصيه الاولى هنا هي اسمها لينا فهنرجع هنا للموقع هنحط اسم الشخصيه الاولى بيست بالشكل ده و الكاركترز هنيجي هنا نرجع تاني ناخد الكاركترز هنا بتاعتنا هاخد الكلام ده اتمنى بس يقبل كل الكلام واحط له هنا الكلام ده هاجي هنا اضيف شخصيه تانيه اللي هي هيبقى اسمها خالد كوبي وارجع احط اسم خالد هنا كل ده بيبقى كوبي بيست وارجع تاني اخد الكلام ده هنا كده كوبي ومن كوبي هرجع احط هنا الشخصيه بتاعتي او المواصفات بتاعتها هنا، اوكي؟ بعد كده هننزل هنا نحط احداث القصه، فلنفترض ان هنا عندي احداث القصه بتدور في هنا في الباراجراف ده، المفروض تكون اطول من كده، فانت ممكن تتحكم فيها عن طريق ان انت ممكن تقول له زود القصه، زود احداث القصه مثلا، فانا عشان ما اخدش وقت كتير، هاخد الكلام ده كوبي، وهرجع هنا احط هنا كده بيست، فاصبح عندي النص ده ممكن يزيد عادي، بياخد معاك لحد 2000 آه حرف. هنا خدت 355 وبعد كده هضغط, هضغط على كرييت ذيس ستوري هيبدا ان هو يقول لي اختار البعد المره دي هقول له بودي 9 ل 16 وهيقول لي اختار انت عايز الشكل العام عامل ايه عايز عايزه عايز ايه للقصه بتاعتك فممكن اختار ده بعد كده هضغط على كونتينيو تو كاركتر creator. فهيبدا ان هو يعمل لي الكاركترز الاول وبعد كده يبدا ان هو يكون لي شخصيه او يكون لي القصه كامله هنا خلصت الشخصيات ادي شخصيه لينا وادي شخصيه خالد يعني بعد او عن بعض ولكن هنكمل continue ستوري بورد هنضغط عليها بالشكل ده فحولنا هنا بقى على الصفحه اللي هيكون فيها القصه بالشكل ده هيبدا هنا ان هو يعمل صوره لكل مشهد عشان نبدا بعد كده نحولها فيديو. هنا كون لي الشخصيات بتاعتي بالشكل ده في القصه هتلاحظ الشخصيات كتير وزي ما احنا شايفين زي ما قلت لك قبل كده ان هو تقدر ان انت تختار ما بين شخصيه والتانيه ركما ما خلاص ظبطت الصور بتاعتك فانت برضو هتروح على اكسبورت عشان يبدا تاني عمليه اخراج الفيديو هي بتاخد وقت ولكن هي في الاخر بيطلع لك النتيجه كويسه عشان توصل للمكان اللي هتظهر فيه الفيديو او لو انت مثلا حبيت تقفل الجهاز بتاعك فانت لو رحت بعد كده على الاستوري ستوديو بالشكل ده هيظهر عندك الستوريز بتاعتك دي الستوري الاولى اللي تم تصميمها وشفناها ودي الستوري اللي او دي الفيديو اللي جاهري تجهيزه دلوقتي اول ما يخلص هنقدر ان احنا نشغله ونشوف هيبقى عباره عن ايه وهنا تبقى ظهرت النتيجه النهائيه الفيديو نقدر طبعا نشغل الفيديو ونشوف النتيجه Lena like observes in silence as the shadows of betrayal close in on their unsuspecting target. with a swift motion a defender emerges from the shadows to shield the hunted from the hunters. In chase. Allies turn. زي ما احنا شايفين هنا الفيديو ظهر بالشكل ده عايز اقول لك على فكره ان في قنوات كبيره جدا بتعمل فيديوهات بنفس النمط ده وبتحقق ارباح قويه جدا وخصوصا ان النوعيات دي من الفيديوهات يعني بتكون ممكن تجيب ربح كويس مش زي مثلا فيديوهات الاطفال. هنا الموقع طبعا غير الصوت لان هنا ممكن يكون المحتوى يكون فيه اكشن شويه. فظهر بالشكل ده فدي برده طريقه ان انت تقدر تعمل من خلالها القصص بتاعتك وتحولها لفيديوهات بشكل سهل بالشكل ده وبكده يبقى احنا اصبحنا ملمين بكل استخدامات موقع ارتفلو موقع رائع جدا بعد ما تشوف الفيديو تقدر انت تجربه بنفسك وتورينا بقى شغلك وتعمل شغل احترافي باستخدام الموقع ده ولو عجبك الموقع وحابب ان انت تشترك فيه اشتراك مدفوع فانت تقدر ان انت تشترك في الموقع واعتقد بعد كده تقدر تعمل فيديوهات بمثلا امكانيات احسن واطول زي ما انت حابب وكده بقى احنا وصلنا لنهايه حلقه النهارده شرحنا مع بعض ازاي احنا ممكن نعمل فيديوهات قصص باستخدام موقع ارتفلوب بشكل احترافي ومجانًا كذلك الامر لو انت حابب ان انت تشترك في الموقع فاعتقد لو الموقع هيبقى مناسب لك تقدر تشترك وتستفيد من المميزات اللي مش هتقدر تستخدمها في التجربه المجانيه فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه ويا ريت تسيب لنا تعليق تشجعنا فيه عشان نقدر نستمر وفي النهايه السلام عليكم